صاحبه كان واحد كوري، كوري ده في اول يوم واخد برونز يعني تالت عالم بطل يعني من اول يوم. وانا المفروض هلعبه، فبصيت لقيته هو واحنا واقفين بنسخن عشان نلعب الماتش، لقيته واقف هو مدربه وبيبصوله وبيتحكم ومش هنكسب بسهوله يعني يعني مين ده اللي جاي من مصر وبتاع. فانا اتضايقت بصراحه، فقعدت افكر بينه وبين نفسي قلت الله طب ما انا العب، ايه اللي هخسره يعني؟ انا كده ماليش اصلا ليا اسم ولا حاجه اخاف عليها، مفيش ضغط يعني عليك خالص يعني. فلعبت ففوجئت ان انا رميته ايبون. ايبون ده يعني نقطه كامله يعني زي الملاكمه كده القاضيه يعني، انت بترميه خلاص الحكم بيرفع ايبون وبينهي الماتش. فانا رميت ايبون، مش عايز اقول لك الماتش ده عمل فيا ايه يعني، هو اداني الدفعه لغايه ما خلصت جودو يعني. انك انت ما تخافش من اللي قدامك مهما كان وتشتغل عليه وتلعب ومفيش حاجه. تاني ماتش كسبت، تالت ماتش كسبت، جيت الماتش الاخير اللي هو على البرونز، يا برونز يا خامس، خسرت من اللاعب الفرنساوي بسكور بسيط، هو كان بطل عالم وبطل اولمبي برضه واخدت خامس. يعني النظرة دي فضلت مع يعني علقة زينك حاليا يعني لحد دلوقتي حتى بعد ما بطلت طبعا لغاية دلوقتي الماتش ده مش هنساه يعني. فاهمني؟ وبعد كده الماتشات بدأت احط رجلي على الاول السلم، لانك انت بتحلم بقى. بتحلم اولا كانت في فرنسا، فرنسا الجودو فيها مشهور جدا، المدرجات كانت مليانه على الاخر، كميه تلفزيونات كاميرات حاجات كده ضخمه جدا مش متعودين عليها في مصر، ومش متعودين على الرياضات الفرديه يبقى فيها الكلام ده. فبقى الواحد بيحلم ليه انا مبقاش زي الابطال دولي، ليه مبقاش انا زي في من نفس المستوى دوت. فبدا من هنا الحلم بدا يبدا. لعبت افريقيا في مصر، خدت 2 ذهب. بعد بطوله العالم ديت لقيت دعوه جايه لي من اليابان، رحت اليابان، كانت اول مره لعيبه يروحوا اليابان. كنت كان تملي بيبقوا مدربين لكن كلعيبه يروحوا يعسكروا في اليابان، فرحت اليابان ولعبت هناك. ومش عايز اقول لك يعني اول اسبوع يعني اتبهدلنا يعني اتبهدلنا جامد يعني، دخلتوا على ناس جامده جدا يعني هناك اليابانيين ما بيرحموش يعني. بعد كده بدانا نقف على رجلينا، في اخر ايامنا بدانا نرمي كده يعني، وبدا نستفيد من الكلام ده، وبدات معسكراتنا تبدا في اليابان، وبدانا نشتغل، وبدا المدرب الياباني بتاعي بدا يهتم بيا اكتر. كان ليك مدرب خاص صح؟ كان الفريق القومي كله، بس بالنسبه لي انا كان مهتم بيا اكتر، خصوصا في لوس انجلوس اما حسوا ان انا ممكن اقدر احقق ميداليه يعني. طب واحنا حضرتك بتقول على اولمبياد لوس انجلوس دلوقتي 84، ده تاريخ كابتن رشوان عمره ما يقدر ينساه. طبعا. بص هقول لك حاجه، يعني هنرجع ورا شويه. سنه 80 كان المفروض نروح نلعب اولمبياد اسمه ده موسكو. وطبعا بسبب المقاطعه احنا ما رحناش لعبنا موسكو. فكان بالنسبه لي بصيت لقيت ايه في الجرايد والمجلات وكل حاجه، انه في مصر هنا كانوا مركزين على اللعيبه القديمه لو ليها ميداليات، زي الكابتن ابراهيم نصير، زي كابتن عبد المنعم الجندي في الملاكمه. نفسك بالاسماء دي كلها زي الكابتن انك تحقق زيهم واسمك يتحط في التاريخ كده. وبعد كده انا واخد مثلا بحر ابيض، واخد افريقيا، واخد بطولات عالم، خامس عالم، لكن ما حسيتش ان دول ممكن يعملوا حاجه. نفسك تكون بطل اولمبي بالظبط. فانا ما